اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء الاهتزاز. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم نضغط هنا على الإشعارات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على ضبط المتقدم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تحضير الطوارئ الإسلاكية، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الاهتزاز. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء الاهتزاز، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.